بكم مجددا وإلى التفاصيل. حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي وعلاء عبد الصادق عضو لجنة الكرة على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتشيب بالجزيرة. وجاء حضور الخطيب من أجل تدعيم الفريق قبل مواجهة الترجي التونسي المرتقبة بعد غد الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية في افتتاحية مشوار الفريق بدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ويذكر أن محمود الخطيب قطع رحلته العلاجية بالإمارات وعاد إلى القاهرة فجر اليوم لبحث العديد من الملفات المتعلقة بفريق الكرة. حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على الاطمئنان على حالة رامي ربيعة مدافع الفريق خلال زيارته لتدريبات الفريق اليوم الأربعاء. وحرص رئيس النادي الأهلي على الاستماع لخالد محمود طبيب الفريق الذي قدم وصفا تفصيليا لحالة اللاعب وما وصل إليه من علاج وتأهيل خلال الفترة الأخيرة. كما حرص الكابتن محمود الخطيب على الاطمئنان من اللاعب نفسه على حالته الطبية وخطوات البرنامج الطبي الذي يقوم به حاليا. ووصل رامي ربيعة مدافع الفريق أداء برنامجه التأهيلي اليوم الأربعاء على هامش المران الجماعية، وذلك وفقا لما حدده الطبيب الألماني المعالج للاعب.